حنايا كساكنة طنجة جينا كنتبرعوا بالدم باش نعاونوا الاخوان ديالنا اللي باقيين في حالات حرجة، وكنطلبوا بالناس اللي عندهم الامكانيه يجيو يتبرعوا بالدم يجيو يتبرعوا حيت كاين خصاص والناس باقا محتاجه. وكنقدموا التعازي الحران جميع اسر الضحايا والمغاربه ككل. السلام عليكم، تنطلب من جميع المغاربه انهم يتكاتفوا ويضامنوا في هذه المأساة اللي قاست بلادنا البارح. الله يرحم الضحايا والله يشافي المصابين، وهذه واحد الأزمة اللي خص المغاربة كاملين يضامنوا فيها. اللي يقدر يتبرع بالدم يجي يتبرع بالدم، راه المغاربة في حاجة في أمس الحاجة لكل قطرة دم. اللي يقدر يتعاون بأي حاجة الله يرحم الموتى والله يشافي المصابين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله على كل شيء. حنا اليوم كساكنه في مدينه طنجه بحكم ان حنا ما حسيناش بالزلزال، ما حسيناش بهذه الفاجعه، ولكن حسيناها في القلوب ديالنا. بقاو فينا الخوت ديالنا، الناس اللي تضروا، تعازينا الحاره اللي ماتوا واللي مساكن مجروحين، وديك الشيء ربي يكون معاهم. كيف ما كتشوفوا اليوم مدينه طنجه جاوا الناس تبارك الله، كيف ما كتشوفوا هنايا هذا الشيء زعما الصراحه كيفرح. جاوا هذه اقل حاجه نقدروا نقدموها، اقل حاجه نقدروا نقدموها للناس اللي محتاجين، ولا هذا هي تجينا نتبرعوا بالدم اليوم. وكنتمنى كل شيء يجي، الناس اللي عندهم الامكانيه كاملين يجيو يتبرعوا، علاش هذه اقل حاجه نقدروا نقدموها للناس ديالنا اللي كيعانيوا ومساكن. جينا اليوم ان شاء الله باش نبرعوا بالدم لاخواننا في الفجعه في مراكش والحوز ان شاء الله تعالى، وكون احنا ما استطعنا ان شاء الله نقدموا ما استطعنا من الواجب علينا. هذا واجب على كل واحد يتبرع بالدم ديالو لاجل اخواننا لانجاح حياه الاخرين ان شاء الله تعالى. ونعزي اخواننا كل اللي توفى لهم واهلهم، ولكن في جميع المناطق اللي وقعت في الفاجئه، والحمد لله تعالى يرحمهم برحمته ان شاء الله تعالى حنا كساكنه طنجه جينا نضامنوا مع الضحايا ديال الزلزال، ونتبرعوا حنا بالدم ونتعاونوا معاهم ان شاء الله. والله يرحم اللي مات والله يرحمهم، واللي مازال في الحياه نتمنى التبرع ديالنا يفيدهم ان شاء الله، ويوفقوا على خير وبخير ان شاء الله. والله يرحم الجميع، والله يسرنا ويسر بلادنا يا ربي. حنا كساكنه مدينه طنجه جينا كنضامنوا مع خوتنا المغاربه هذه الفاجعه اللي وقعت الزلزال. انسان ضروري ما يتعاون مع اخاه، هذا كتبين على روح الاخوه والتضامن المغربي اللي معروف به، فهمتي. وكنتمناو يجوز هذا الشيء هذا بخير وعلى خير والسلام. لا كاين اقما ان شاء الله، حنا جينا جبرنا الناس بزاف هنايا، فهمتي. وكنتمناو فهمتيني بزاف الناس يجيو زعما يتبرعوا غدا وبعدو ان شاء الله يرحم الضحايا الزلازل ان شاء الله والسلام. صراحه منذ البارحه وكما عرفتوا بان المغرب يعني كيعرف فاجعه اللي هي الهزه الارضيه اللي عرفت منطقه الحوز، وكذلك مراكش هي كانت هزه عرفتها المملكه المغربيه، ولكن يعني الحمد لله انها كانت خفيفه لطيفه، ولكن منطقه الحوز تضرت، وهذا كان سبب كبير اننا نتواجدوا في جميع مراكز تحقن الدم من اجل تقديم ولو ابسط المساعدات للضحايا في مناطق الحوز. وكنطلبوا من المجتمع المدني كل يعني من موقعه انه يقدم المساعدات للضحايا، والحمد لله على الروح التضامن اللي كيتعرف بها الشعب المغربي. على اثر الفاجعه اللي صابت بلادنا،
تم تجنيد طاقم الطب التمريضي في مركز تحقن الدم الجهوي بطنجة. الحمد لله كل شيء لبى النداء، البيرسونيل جاء والحمد لله اليوم السبت حلينا لو سونتر، استقبلنا المواطنين الله يجازيهم بخير والله يجعلها في ميزان حسناتهم اللي راغبين في التبرع بالدم باش يعتقوا اخواننا المصابين واللي في حاجه ماسه الى الدم. الحمد لله امور دازت على احسن ما يرام، وان شاء الله حلينا واحد مرحله في ساحه الام، في ساحه الامم ان شاء الله غتكون ان سيت موبيل تماك، وغدا ان شاء الله نضربوا موعد الاخوان اللي ما قدوش يجيو اليوم، غدا ان شاء الله مازال ثاني لو صوت حال وان شاء الله يجرى في ميزان حسناتهم. وبهذه المناسبه كنتقدم بحر تعازي لجميع الناس اللي فقدوا اهلهم اللي فقدوا داويهم، ان لله وان يرجعون الله يعوضهم خير ان شاء الله. اخوتي بالنسبه لهذا النهار كنتواجدوا في طنجه، بغينا نعاودوا خوتنا اللي في مراكش بالزلزال. بالنسبه للناس اللي عندهم الاستطاعه يجيو طنجه، صراحه الله يجيو يتبرعوا بالدم مع خوتنا المغاربه، صراحه الله كاملين خوت، وصراحه الله والله بقاو فينا الضحايا، والله يرحمهم ويوسع عليهم، واللي باقي الله يشافيه ان شاء الله الرحمن الرحيم.